مرحبا بكم مشاهدين، تحياتي للجميع. اليوم غادي نوجد لكم بوكاديوس بصدر ديال الدجاج، ساهل مهل، وكيوجد في رمشة العين وفي منتناول الجميع. هنا عندي صدر ديال الدجاج، بعد ما رقدته في الحامض والخل قطعته طريفات هكا، الحامض والخل والملحة طبعا باش تحيد الزفرة. غادي ندير له العطرية ديالو، والملحة هي مليحة. على فكرة للذكر، إلا رقدتو الدجاج في الملحة بزاف، حاولوا ديروا غير دقيقة الملحة، ما ديروش بزاف. يعني إلا درتو في الترقد بزاف الملحة، لما تجيو تديروا العطرية غير شوية. هنا درت البزار أو فلفل أسود، ملحة أو فلفل أسود. هنا درت صلم صلى على سيدنا محمد، داك العطرية المشكلة أو البهارات المشكلة كتجي غزالة يا المشاهدين، هاد العطرية المشكلة. درت طبعا شوية ديال السودانية، السودانية ضروري النكهة السودانية، إلا مكانش غير شوية راه محرش بزاف، راه غير شي شوية. المهم متكونش ديك الماكلة بلا سودانية، سبحان الله ما كتجينيش. وانتوما يا المشاهدين ما نعرف. هنا درت الخرقوم بلدي، ما كان طيبش، بالزعفران داك اللي كنقولوا له حنا الصفر، هذاك راه ماشي صحي، من الاحسن كل عائلات يحيدوه ما يديروش. هنا درت زويته بلديه، وغادي نرجع هادشي يتقلى. غادي نشد عاوتاني الكورنيشو والزيتون سلايس خضر زائد البصله، مطيشه، الفلفله، قطعت هادشي كلشي مع بعض، وشويه ديال الثومه وشويه ديال القزبر، وطيبتهم. هذا هو شكله بحال اللي شفتو. قليت شويه البطاطا، ياكم بطاطا فريت يا عفريت. هذا الخبز الترتيلا، طبعا هادو اللي هما لي درت لها موطارد او الخردل، واحد الجبنه ها هي دي هنايا بحال اللي حاره، المايونيز، الكاتشوب. المهم اشكال هذا الخردل كيحمقني انا، كيحمقني اللي هو المايونيز. هذا خبز الطرطيلا يا المشاهدين، حبه حبه تنبقى سميتو. نخلط هادشي مع بعض، هذا الكاتشوب، ولدك يا عزيز عليه هادشي، هذا تيقول لك ماما صوبي لي، وكيجي ما نقولكمش على مذاق يا المشاهدين، كحمق يعني مين كطلع لك المرقه في الراس دائما. هذا عاوتاني من الاحسن دير هادشي في الدار، وما تشريش من الزنقه، يعني الماكله ديال الزنقه ما عارفاش شنو فيها. هذه هي الجبنه اللي هي الحمراء، كنت غادي ندير الموتزاريلا، وقال لي لا ديري غير هكا. ايوا قلنا نجربوها من غير الجبنه الموتزاريلا بحال شفتوا. كندير هذاك الشيء، ها انتم الزيتون، الكورنيشو، والفلفله حمراء زائد مطيشه زائد البصله، شويه ثومه، شويه معدن القزبر، شويه ديال المهم الثوم راني قلتها. ايوا تنطيب هذا الشيء هكا حتى كي تنقلل البوطه، وصدر ديال الدجاج طبعا، الصدر ديال الدجاج راكم شفتوه. ايوا تنبقى هكا تندير شويه الفريت، داك الشيء ساهل ماهل وبالسرعه. المهم ما درتش الخس، درت الجرجير، لكن انا غير جربت من الاحسن ديروا الخس يا المشاهدين، ما ديروش الجرجير، ما كاينش فيه مذاق الحليم تنسى. انا ديجا راه حطيته، ديجا حطيته، درته بالجرجير بالخس، كيجي احلى بالخس هكا. هو كتحط في الشوايه، عندك بانيني، عندك ما عندك شيء اجود ميني الموجود. المهم تدير الشوايه، ما عنديش بانيني تحرقت لي او تخسرات لي، ما احتمالها قال بريس فيها، من جيت نشعلها لقيتها ما باش تخدم. يلا اللي قال هذاك اللي مشى مشى، المهم اهم شيء الصحه. كنبقى مستمره بهذا الشكل طبعا للذكر. الا بغيتو حتى ديروا، انا ولدي ما عزيزش عليه الجبنه، غير تندير تيقول لي ثقيله، اللي هي موتزاريلا ما نعرف ما كيبغيهاش. بغيتو ديروا الجبنه ديروا غير شويه تجي احلى، والخس ما يعني الجرجير طبعا ما كاينش في المغرب، بس واش كاين ولا ما كاينش
انا من الاحسن ديرو الخس فقط، كيجي زوين حلى من الجرجير. سطور الدجاج، الكفته، اي حاجه عندك. ها هو الزيتون، هذاك الزيتون قطع سلايس، الكورنيشو. المهم الا نسيت شي حاجه سمحوا لي. رانا صورت يا المشاهدين الخضيره وصورت كل شيء، ملي مشيت للتليفون ما لقيتهم صور والو. كتوقع حتى جيت ندور لقيتو راه ما مصور حتى لعبه. هذا طبعا الجرجير بحال اللي كتشوفوا، هو جرجير صحي يا المشاهدين، صحي جدا. هانتم عطمة تمشي تشري واحد بعشرة درهم ولا أكثر، ولا 15 درهم، 10 درهم، إيه 15 درهم ياكم، غادي تمكن واحد 30 درهم غدير لك كلشي. غتشري دجاجة، تحيدي منها غير داك الصدر ديال الدجاج، ديري على قد الحال، واخا ما ديريش بزاف ديال. مثلا أنا شريت شي 6 ديال هذا الطريفات سلايس ديال الدجاج. انتيا واخا قلت لك غير دجاجة، شري دجاجة تربحي من هذاك السدير، حيديه ديريه هكا الخبز طورتية، وهانتي ضربي عصفورين بحجر واحد. المهم يا المشاهدين كنبقى مستمرة وكترفقيها مع مي كطيب كتجي واو، حاجة واو، شي فاخر من الاخر. المهم باش من نطولش عليكم، ما تنساوناش اللايك والشير، وجزاكم الله الف خير. الى عجبكم هاد السندويتشات هكا كلمونا وحنا نبدعو ونبينو للمشاهدين. يلا زين كتجي تبطن غزالة. المهم ما تنساوناش غير من البصيمة، بالبصيمة والبارطاج، خلاتها الشريفة، الشريفة ديال التيك توك. والبارطاج بارطاجي، راكم كتبارطاجيو ما والو صراحة. المهم ما علينا يا المشاهدين، قلت كانت كدير في باناني، ما عندكش باناني ديري في الشوايه. ايوا يا المشاهدين، يا المشاهدين، المهم كنبقاو مستمرين نتوما. وبالنسبه بحال قلت لكم راه الماكله الصفرين يا المشاهدين راه ما كتعرفوش شنو كديروا فيها. ولا اله الا الله محمد رسول الله. و الى شفتو يديا صفرين عرفتو علاش. انا من عشاق الحنه، تندير الحنينه في شعري ما تنديرش الكوانتي. ايوا ملي كتبق ديك الحنه تنبقى نديرها في يديا هكا هكا، نخلي واحد الشيء كنغسلها. سبحان الله، واش نتوما بحالي ولا لا؟ يعني انا من عشاق الحنه تنموت عليها. سبحان الله كتريحني، كتحيط حتى الطاقه السلبيه كتحيدها. المهم الى شفتو يديا صفر راه ماشي الزفران، راه ماشي حتى حاجه، راه غير حنينه. الله يحنن قلوبنا وقلوبكم على بعض يا رب. ما تنساوش اختكم الدريويشه، ما تنساوش اختكم الدريويشه من داك البصيمه يا المشاهدين. هانتو حاجه سهله مالا، هذا الشكل ديالهم بالصحه والراحه. الله يكشير وجزاك الله الف خير وبالصحه والراحه. نتمنى تجربيهم وتكتبي لنا في الكومنت كي جاتكم هاد الوجيبه، جربيها فرحي وليداتك وبركه، حافظي على جيبك.